بصورة مفاجئة ومن دون سابق إنذار، تعرض عدد من المستخدمين اللبنانيين لحظر من تطبيق واتساب الشهير. في كل مرة يحظر عدد من المشتركين لاعتمادهم الواتساب الذهبي أو الزهري، والتي هي غير تابعة لتطبيق واتساب الرسمي. أحد خبراء الأمن الرقمي شرح عن أسباب الحظر: الكثير من التبليغات تحصل، هناك من يضع أرقاما بصورة عشوائية ضمن مجموعات تضم أمورا إباحية وتتعلق أيضا بانتهاك معايير وقواعد حقوق الأطفال. الحظر يحصل في بعض الأحيان بشكل خاطئ، وأحيانا أخرى بسبب ارتباط صاحب الرقم بالجماعات والأفراد الخطرين، وتضاف إليهم أسماء مجموعات مرتبطة بحزب الله. الأسباب الرئيسة هي اعتبارات سياسية وخطرة.